بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وإن وصى لوالده وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوالد على الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة، إذا وصى بثلث ماله لأجنبي ووارث، مراد بالأجنبي يعني غير الوارث، فإنه يكون بينهما نصفين، ثلث يكون بينهما نصفين، لكل واحد نصف الثلث وهو السدس. أما بالنسبة لنصيب الأجنبي فهذا صحيح لأنه غير وارث، أما بالنسبة لنصيب الوارث فهذا لا يصح إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوه أعطي له، وإن لم يجيزوه رد على الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. لأنه أوصى لكل واحد منهما بالسدس فلم يصح له إلا ذلك، كما لو كانت الوصية لأجنبيين، وإن أجازوا للوارث جاز، كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث. لا، هذا راجع للورثة، لأن المنع إنما هو لحقهم، فإذا أجازوه جاز. نعم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو ما يسمى بالوكيل، سمى بالوكيل أو الناظر الذي يقوم على الوقف وينفذ ما قاله الموصي، هذا هو يسمى الموصى إليه، يسمى الناظر، يسمى الوكيل. نعم. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. اشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما، لا يجوز أن يكون الموصى إليه كافرا، كافر لا يتولى وصية المسلم، يشترط أن يكون عدلا، يخرج الفاسق المسلم الفاسق، فلا يجوز أن يكون الوصي فاسقا، لأنه لا يؤمن على الوقف، الفاسق لا يؤمن على الوقف. المراد بالفاسق من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، كشارب الخمر والسارق، ومن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا. نعم. وكذلك اشترط أن يكون عاقلا، يخرج المجنون الصغير، لأن غير العاقل لا يصح تصرفه، فلو وصى إلى كبير ولكنه مجنون أو مختل العقل أو أوصى إلى طفل، الوصية غير صحيحة. نعم. يعني الوكالة، الوكالة غير صحيحة. نعم. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. يجوز أن يكون الوصي أنثى، لأن عمر رضي الله عنه جعل الوصية إلى ابنته حفصة. نعم. من الذكور والإناث بما يجوز للموصى فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم، يكون الوصي يتولى هذه الأمور التي يعهد إليه، التي يعهد إليه بها الموصي، قضاء ديونه، تزويج بناته إذا كان له بنات، تفريق وصيته إذا كان له وصية. نعم. والنظر في أمر أطفاله. كذلك النظر في حق في أمر أطفاله الصغار حتى يبلغ الرشد،
نعم. فأما الوصية إلى المسلم العاقل العدل فتصح إجماعا. نعم. ولا تصح وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف، لأنها إذا لم تصح إلى الفاسق من المسلمين فلألا تصح إلى الكافر من باب أولى، لأنه غير مؤتمن. نعم. ولا الوصية إلى المجنون والطفل لأنهما ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما. نعم. والكافر ليس من أهل الولاية على المسلم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليس للكافر ولاية على المسلمين. نعم. مسألة: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثرهم، لما روي أن عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة. لأن عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتصح الوصية إلى المرأة لأن تتولى أمور الموصي من بعده، ولأنها من أهل الشهادة على الأموال. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالمرأة تقبل شهادتها على المال وما يقصد به المال، والوصية مال. نعم. ولأنها من أهل الشهادة أشبهت الرجل. نعم. فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها وتفريق وصيته ورد ودائعه. من قضاء ديونه إذا كان عليه ديون، واقتضائها إذا كان له ديون على الناس فإنها تتقاضاها منهم. نعم. تفريق وصيته ورد ودائعه، إذا كان عنده ودائع للناس فإنها تتولى، أو الوصي يتولى رد الودائع إلى أصحابها. نعم. لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الهجرة وكل عليا رضي الله عنه في رد الودائع التي عنده لأهل مكة. نعم. لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته لأنه أقامه مقام نفسه. نعم. مسألة: فأما الفاسق فلا تصح الوصية إليه وعنه ما يدل على صحتها. قال القراطي: إذا كان الوصي خائنا ضم إليه أمين لأنه عاقل بالغ فصحت الوصية إليه كالعدل ولأنه من أهل التصرف. هذه رواية عن أحمد أن الفاسق المسلم تصح الوصية إليه ولكن يضم إليه أمين، يضم إليه أمين فلا يترك ينفرد بالتصرف، ولكن إذا كان يحتاج إلى ضم أمين الأمين يكفي. نعم. ولأنه من أهل التصرف وله نظر وتصح استنابته في حال الحياة فكذلك بعد الموت. هذه يعني مسوغات وصية إلى فاسق. نعم. ويمكن تحصيل نظره مع حفظ المال بأمين. ووجه الأولى أنه لا يجوز إفراط. وجه الأولى يعني الرواية الأولى وهي منع توكيل الفاسق. نعم. ووجه الأولى أنه لا يجوز إفراده بالوصية فلا تجوز الوصية إليه كالمجنون. يعني لا بد يحط معه واحد أمين، وما دام يحتاج إلى واحد أمين فهو لا يتصح الوصية إليه. نعم. مسألة: فأما النظر لورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار فله أن يوصي إلى من ينظر له في أموالهم لحفظها والتصرف له فيها، وإن لم يكن ذا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين أو ممن لا ولاية له كالأخ والعم وسائر من عدا الأب لم تصح وصيته بذلك عليهم ولا نظر له في أموالهم في الحياة، فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات. وهذا الوصية على الأولاد، وصية على الأولاد إذا كان لهم أموال
إذا كان الأولاد لهم أموال وهم صغار، فهذا إن كان الموصي له الولاية عليهم كالآب فله أن يوكل من يقوم مقامه بحفظ أموال أولاده حتى يرشدوا، وإن كان ليس له عليهم ولاية كالأخ لا يوكل على إخوانه، لا يوكل على إخوانه الصغار لأنه ليس له ولاية عليهم إلا بتولية القاضي، إذا ولاه القاضي وعمده القاضي، وأما الولاية له ابتداء فليس له ولاية عليه. فالصغار إذا لم يوصي أبوهم عليهم فإنه يرجع إلى المحكمة، يرجع إلى القاضي ليقيم عليهم وصيا عدلا. أما أخوهم فليس له عليهم ولاية. نعم. وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. مسألة: ومتى وصي إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم ويأخذ تصرفه لهم بما له فيه الحق؟ الوصي والوكيل والناظر إنما يتصرف في الوصية بما يكون فيه حظ، يعني بما ينمي الوصية ويحفظها، وليس له أن يتبرع منها أو يعطي أحدا منها إلا إذا كان الواقف أو الموصي شرط هذا، أعطاه الرخصة بأن يتصدق وأن يتبرع وأن يهب منها، فهو يتصرف في حدود ما وكل فيه، ويصرف الوصية أموال الوصية بما فيه حظ لها ونماء لها كالبيع والشراء ما ينميها لا بأس، أما أن يتصرف فيها بما ينقصها فهذا لا يجوز إلا بإذن الوصي. نعم. وينقل تصرفه له بما له فيه الحق من البيع والشراء وقبول ما يوهب له. يتصرف للصغار بما لهم فيه حظ، يعني بما لهم فيه نفع، كان يبيع ويشتري بأموالهم من أجل أن تنمو تحصل أرباحا، أما أن يتصرف في أموال القصار بما ليس لهم فيه نفع فهذا لا يجوز له. نعم. الموصى له يعني الوكيل، موصى إليه هو الموصى له، الموصى له الذي يعطى من الوصي، أما الموصى إليه الوكيل فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء ردها، وإذا ردها يرجع فيها إلى القاضي يقيم مقامه آخر، وما يلزم قبول الوكالة، وكالة عقد جائز هي بعقد لازم. هي نوع من الوكالة، نعم، لأنها وكالة بعد الموت. نعم. من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. كذلك قبول ما يوهب لهم هذا فيه نفع لهم، يقبل ما يوهب للصغار، أما أن يهب من أموالهم يتبرع من أموالهم فهذا لا يجوز له. نعم. والإنفاق عليهم له، يجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف، ينفق عليهم من أموالهم بالمعروف. قال تعالى: واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروف، فينفق عليهم من أموالهم بالمعروف يعني بما جرت به العادة. نعم. والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. نعم. والتجارة لهم
ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، إن شاء أن يتجر بها هو، وإن شاء أن يدفعها إلى من يتجر بها من الثقات له ذلك، لأن هذا فيه نفع لهم. نعم، لأنه إنما يتصرف لمصلحتهم وهذا من مصلحتهم. نعم، ولأن العقلاء البالغين يفعلون ذلك لأنفسهم فكذلك هذا لهؤلاء. مسألة، وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. نعم، وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وذلك أنه يستحق لمن ولي يتيما أن يتجر بماله. يستحب لمن ولي مال يتيم أن يتجر بماله لئلا تأكله النفقات والزكاة، يتجر به، فإن دفعه إلى غيره بجزء من الربح جاز، وإن اتجر هو فيه فإنه لا يأخذ من ربحه شيئا إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه يأخذ قدر ما يأخذ غيره. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا، هذا في الولي، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ قدر عمله كما يأخذ غيره لو اتجر بهذا المال، هذا إذا كان فقيرا. أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف ويتجر بها بدون عوض. نعم، وذلك أنه يستحب لمن ولي يتيما أن يتجر بماله، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة، يعني الزكاة، أنه إذا جمد المال، إذا جمد مال اليتيم وكل سنة يطلع منه زكاة ينقص، لكن إذا شغل بالتجارة فإنه ينمو ولا تضره الزكاة. نعم، وروي ذلك عن عمر وهو أصح من المرفوع. نعم، ولأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته، يعني الموقوف عن عمر أصح من المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته من فاضله، كما يفعل البالغون في أموالهم. نعم، وإذا اتجر لهم فالربح كله لليتيم، لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع، وتصرف الوكيل نفع للموكل، ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا إلا أن يجعل له. مسألة، وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، للآية الكريمة: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بقدر ما يأخذه غيره لو اشتغل بهذا المال. نعم، وقوله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا. نعم، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه كلاهما. نعم، فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر، فإن كان أبا لم يلزمه عوض رواية واحدة، وإن كان غير الأب فهل يلزمه على روايتين؟ الظاهر أنه لا يلزمه، لأن الله قال: فليأكل بالمعروف، ولم يقل يرد بعد ما يستغني. نعم، ولأنه في مقابل عمله، نعم، على روايتين، إحداهما يلزمه لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره، فلزمه قضاؤه كمن اضطر إلى طعام غيره، والأخرى لا يقضي، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا. ألا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، ولأنه عوض جعل له عن عمله. نعم، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب. نعم، مسألة، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به،
ليس للوصي أو الوكيل أو الناظر ليس له أن يجعل غيره مكانه إلا أن يجعل إليه. إذا قال الموصي الوكيل فلان وله أن يوكل من شاء نيابة عنه فله ذلك، أما إذا لم يأذن له بالتوكيل فإنه لا ليس له أن يوكل غيره. وإذا أراد ترك الوصية يرجع فيها إلى القاضي ليعمد بدله. نعم. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به لأنه تصرف بولاية، فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية، وعنه له أن يوصي إلى غيره لأن الأب أقامه مقام نفسه لأن غير الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب. نعم. مسألة: وليس للوصي أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه. نعم. وليس للوصي أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه، كما لا يجوز ذلك للوكيل لأنه متهم في ذلك. يعني ما يجوز أنه يبيع عليهم من ماله هو، ما يجوز للوكيل أنه يبيع عليهم من ماله هو إذا احتاجوا إلى شراء شيء، لأنه متهم بذلك أنه يريد نفع نفسه يروج سلعه، بل يشتري لهم من غيره، يشتري لهم من غيره إذا احتاجوا شيء، ثياب ولا طعام ولا احتاجوا أجار مسكن، فإنه يشتري من غيره ولا يأجرهم بيته ولا يبيع عليهم من الأقمشة اللي عنده أو الطعام الذي عنده، لأنه متهم في هذا أنه حابي مع نفسه. أما إذا أخذ هذا من غيره ممن لا يتهم في محاباته زالت التهمة، لا يبيع عليهم من ماله ولا من مال ولده ولا من مال زوجته لأنه متهم في هذه الأمور. نعم. مثل الوكيل تماما. نعم. ويجوز ذلك للأب. الأب ليس متهما في حق أولاده، الأب مؤتمن عليهم. نعم. ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه. نعم. مسألة: لأن الأب يشفق على أولاده فلا يتهم في أنه يضرهم. نعم. مسألة: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم. مال الصبي وهو من دون البلوغ، ومال المجنون يتولاه بالدرجة الأولى أبوه، لأن له ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى. الله جعل الآباء أولياء على أولادهم، فإن لم يكن له أب فإن الذي يوكل عليهم الحاكم، لأن الحاكم ينوب عن الأب في حالة عدم وجوده أو عدم صلاحيته، الحاكم ينوب عنه. نعم. فيلي الأب مال أولاده الصغار والمجانين. نعم. لكمال شفقته عليهم وحسن نظره. ووصيه قائم مقامه. الأب له أن يتولى هذا بنفسه وله أن يوكل من يقوم مقامه. نعم. وبعدهما الحاكم لأن ولايته عامة. الحاكم ولايته عامة على المسلمين، فهو يوكل على القصار والأيتام إذا لم يكن لهم ولي من آبائهم. نعم. فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا قارب اليتيم قارب البلوغ فإن
فإن الوصي عليه يعطيه شيء من المال ويقول له بع واشتر، ثم يراقبه، فإن كان يحسن البيع والشراء ويحفظ المال فإنه يدفع إليه ماله بعد البلوغ، وإن رأى منه إفسادا للمال فإنه لا يدفع إليه المال بعد بلوغه حتى ولو بلغ، ما دام أنه لم يكن رشيدا لا يدفع إليه ماله. فالمال يدفع إليه بشرطين: بلوغ الرشد، بلوغ الحنث، والرشد في التصرف، والرشد في التصرف. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وهذا في المراهقة، في وقت المراهقة اختبروهم بأن تعطوهم شيئا من المال وتراقبوهم كيف يتصرفون في هذا المال، هل يلعبون به ويضيعونه أو أنهم يحفظونه وينمونه. فإن كان الأول وهو التضييع فهؤلاء سفهاء لا يدفع إليهم مالهم بعد البلوغ، وإن كانوا يحفظونه وينمونه فهؤلاء راشدون يدفع إليهم بعد البلوغ. نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. نعم. وأشهد عليه، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. نعم. لقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى يعني قبل البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا يعني بعد البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم، دل على أنه إذا لم يؤنس منه رشد إنه يعتبر سفيها ولا يدفع إليه ماله حتى يرشد، حتى ولو كبر ولو شاب، ما دام أنه سفيه ولو بلغ سن الشيب لا يدفع إليه المال، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ 18 سنة يدفع إليه ماله وإن كان سفيها، لكن الجمهور يقولون لا، لا يدفع إليه ماله ما دام سفيها ولو بلغ سن الكبر. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والمراد أموالكم أي أموالهم، لكن سماها أموالكم، أضافها إلى المخاطبين لأجل المحافظة عليها، وإلا هي أموالهم. نعم. فاشترط إناس الرشد والبلوغ. نعم. فلا يجوز الدفع إليه بدونهما. الشرطين يعني البلوغ والرشد، هذين الشرطين البلوغ والرشد. نعم. ولم يفرق بين الذكر والأنثى. نعم، لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا بين من بلغ 19 سنة أو من لم يبلغ. نعم. مسألة: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. إذا بلغ رشيدا وسلم إليه ماله ثم أصابه سفه بعد ذلك يحجر عليه ويمنع من إضاعة المال، يمنع من التصرف في ماله لأنه سفيه. نعم. لأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال: قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير: عبد الله بن جعفر رحمه الله، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كان جوادا كريما وكان ينفق الأموال الطائلة، فأراد ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحجر عليه، فذهب إلى الزبير بن العوام وأشركه معه من أجل أن يسلم من الحجر، إذا قيل شريكه الزبير فإن أمير المؤمنين لا يحجر عليه، لأن الزبير معروف بالحذق والعدالة والأمانة، فلا يحجر على واحد شريكه الزبير بن العوام، لذلك لجأ إلى هذه الحيلة. نعم. كان يشتري البياعات بأموال عظيمة، يشتري بمبالغ. نعم.
أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه. يعني شرى شيء بثمن كثير نعم. فقال الزبير أنا شريكه في البيع. فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ نعم. قال أحمد لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف، وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالف ذلك أحد فكان إجماعا. نعم. ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، فإن العلة التي افترضت الحجر عليه سفه، يعني السفه الطاري مثل السفه الملازم من الصغر كل سواء يحجر على صاحبه. نعم. سفه ضابطه انه يضيع الاموال، يتلفها بغير فائده، يتلفها في غير فائده ويضعها في غير مواضعها. قالوا في المراهق ان الدليل على سفه المراهق اذا كان يشري اشياء ثم يحرقها، يلعب بها، يشري طعطعان يشري ويلعب بها، هذا سفيه، ما يحفظ المال. اما اذا كان يشري بضائع ويبيعها ويتربح فيها هذا دليل على انه رشيد. نعم. فان العله التي افترضت الحجر عليه سفه وهي موجوده، ولان التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال اليه، منع دفع المال اليه، فاذا حدث اوجب انتزاع المال منه كالجنون. يعني السفه الطاري مثل السفه الملازم. نعم. مساله ولا ينظر في ماله الا الحاكم، المحجور عليه لا ينظر في ماله الا الحاكم القاضي يوكل عليه وينظر فيه. نعم. لان الحجر يفتقر الى حكم حاكم وزواله يفتقر الى ذلك، فكذلك النظر في ماله ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد أن يحجر عليه إلا من قبل الحاكم، ما دام كبير ما يحجر عليه إلا الحاكم. ولذلك علي رضي الله عنه ذهب إلى أمير المؤمنين عثمان ليحجر على ابن عمه عبد الله بن جعفر لأنه ما يملك الحجر عليه هو. نعم. مسألة ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. كذلك لا، إذا حجر الحاكم على شخص فإنه لا يزول الحجر عنه إلا بحكم الحاكم أيضا، حتى ولو رشد السفيه فإنه لا يزول الحجر عنه إلا بحكم الحاكم، يعلن للناس أن فلانا زال الحجر عنه لأنه صار رشيدا. نعم. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه لأنه حجر بحكمه فلا ينفك إلا به. نعم. ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده، يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات أنه رشيد، ولا يثبت هذا إلا الحاكم. نعم. ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزواله بتدبيره. نعم. وفارق الصبي والمجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم. الصبي إذا بلغ ما يحتاج أن وليه يروح للحاكم، بل إذا بلغ رشيد يسلم له ماله، يشهد عليه شاهدين ولا يحتاج أنه يروح للحاكم، بخلاف السفيه فإن السفيه لابد من الحاكم لأنه لا يحجر عليه إلا بحاكم ولا يفك الحجر عنه إلا بحاكم، أما الصبي هذا محجور عليه بدون حكم الحاكم. نعم. فارق الصبي والمجنون فإن الحجر، كذلك المجنون هذا ما يحتاج إلى حاكم، يحجر عليه بدون الحاكم. نعم. فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه. نعم. مسألة ولا يقبل إقراره في المال، السفيه المحجور عليه لا يقبل إقراره، إذا أقر قال فلان له عندي كذا، فلان له عندي كذا من الدين، ما يقبل إقراره في هذه الحالة، لأن إقراره غير صحيح،
لأنه يعني غير رشيد فلا يقبل إقراره، لكن قالوا يبقى في ذمته، يبقى ما أقر به في ذمته، فإذا زال الحجر عنه ورشد يطال به المقر له، يطال به، لكن ما يصح إقراره على المال، على المال فقط، أما في ذمته فيبقى ما أقر به في ذمته، يطال به المقر له بعد ما يفك الحجر عنه. نعم، لا يقبل إقراره على المال فقط. نعم، ولا يقبل إقراره في المال، في المال، لاحظوا هذا، في المال يعني لا في ذمته. نعم، لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال. نعم، ليحفظ عليه ماله، ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله، ولأنه محجور عليه لحفظه، ولا يقبل إقراره بالمال كالصبي. نعم، فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره. نعم، يطال به المقر لا يطال به لأن في ذمة صار. نعم، فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره، لا يكلف أمرا بما لا يلزمه في الحال. نعم، فلزم بعد فك الحجر عنه، كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها. فلا يقبل منهم في الراهن، ولا يقبل من العبد في ماله لأن ماله لسيده، لكن يبقى هذا الإقرار في ذمتهما، فإذا عثق العبد يطالب بما أقر به، وإذا فك الرهن يطالب المرتهن، يطالب الراهن بما أقر به. نعم، مسألة، ويقبل إقراره في الحدود والقصاص والطلاق. إذا أقر بحد إن ارتكب ما يوجب الحد فإنه يقام عليه الحد، لأن الممنوع قبول إقراره في الأموال، في الأموال فقط، أما إذا أقر ارتكابه جريمة توجب الحد، أو أقر بأنه قتل شخصا عمدا عدوانا، إن هذا يقبل ويقام عليه الحد. إنما منع الإقرار إنما هو في الأموال فقط لا في الحدود. نعم، ويقبل إقراره في الحدود والقصاص. نعم، والطلاق. والطلاق إذا السفيه المحجور عليه إذا أقر أنه طلق زوجته يقع الطلاق، لأن هذا حق للغير، حق للغير، طلاق حق للزوجة، فطلقها هذا حق لها. كذلك الحدود، الحدود حق لله جل وعلا أو حق للمخلوقين، القصاص حق للمخلوق، حد القذف حق للمخلوق، حد الزنا حق لله، حد السرقة حق لله، هذه الحقوق لا تسقط عن المحجور عليه. نعم، قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور، على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. نعم، وأن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال. نعم، وإن طلق نفذ طلاقه، لأنه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه. نعم، كالإقرار بالحد والقصاص، ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده. طلاق يعني العبد إذا طلق زوجته يقع الطلاق بغير إذن سيده، خلاف التصرف في المال فلا يجوز إلا بإذن سيده. نعم، ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال. مسألة، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه لما سبق ولا ينفذ عتقه، لأن العتق مال، لأن العتق مال، إذا أعتق المحجور عليه لا ينفذ العتق لأنه مال، يبي يروح عبد من المال، لكن لو أقر بطلاق وقع الطلاق لأنه ليس بمال. نعم،
ولا ينفل عتقه لأنه تصرف في المال. نعم. فلا ينفل كما لو أقر بمال. وذكر أبو الخطاب عنه رواية يصح عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الراهن، لأن العتق حق لله عز وجل، ولأن الشرع يتشوف إلى العتق ويحث عليه، فعلى الرواية الثانية أنه ينفذ عتق السفيه المحجور عليه، نظرا لأن العتق مرغب فيه وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الرواية الأولى لا ينفذ، لأنه تصرف في المال وهذا محجور عليه في ماله فلا ينفذ. نعم. أصبر. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفل تصرفه إلا بقدر ما أذن له فيه. مال العبد لسيده، ما ملك العبد فهو لسيده، لأنه مملوك لسيده، فكذلك ما كسب فإنه يكون لسيده، فلا يجوز تصرف المملوك إلا بإذن سيده. فإذا أذن له في التصرف نفذ بيعه وشراءه في حدود المأذون له فيه، وإقراره وجميع ما أذن له فيه ينفذ، وما لم يؤذن فيه لم ينفذ، لأنه محجور عليه لسيده. نعم. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن. الدليل على أن مال العبد لسيده قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. نعم. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يصح فيما زاد نص عليه. نعم. لأنه متصرف بالإذن. نعم. فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل، وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد رواية واحدة. نعم. لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها، إذا لزمه غرامات، إذا أذن له في التصرف وعلقته ديون، علقت العبد ديون ولا عنده شيء، من اللي سدد الديون؟ تلزم سيده، لأن سيده هو الذي أذن له فغر الناس بذلك، فيلزمه أن يسدد ما على العبد من ديون، لأنه إنما علقته الديون بسبب إذن سيده. نعم. لأنه إذا أذن له في كما أنه لو كسب شيء وربح شيء يكون له لسيده، والغنم القاعدة الشرعية أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، الخراج بالضمان. نعم. لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنها. نعم. كما لو قال لهم داينوه. نعم. مسألة. وإن رآه سيده يتصرف ولم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له. مجرد اطلاع السيد على تصرفه ليس إذنا، لا بد من الإذن الصريح. فإذا رآه يتصرف وسكت فليس هذا معناها الإذن والإقرار، فلا يلزم السيد شيء في هذا، لأن المفرط هو الذي تصرف معه بدون أن يرى معه إذنا صريحا. نعم. لأنه إذا رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك، فلا وما دام فيه احتمال فلا يلزم السيد بشيء. نعم. فلا يثبت له الإذن بالشك. نعم. ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه، والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا. الفرائض مراد بها المواريث، مراد بها المواريث، سميت فرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا. الفريضة هي النصيب المقدر شرعا، سميت فريضة من الفرض وهو القطع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه الأنصبة، حدد هذه الأنصبة وقطعها
سميت فرضا. نعم. كتاب الفرائض. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم أحكام المواريث، على تعلم أحكام المواريث التي هي الفرائض، لأن الناس بحاجة إليها، لأن الناس كلهم يموتون، ويكون الغالب أن عندهم أموالا يموتون عنها، فأين تذهب هذه الأموال؟ الله جل وعلا حكم بتوزيع هذه الأموال على قرابة الميت، إما بالفرض وإما بالتعصيب، فلا بد من معرفة هذه المواريث وأصحابها وشروط الإرث وموانع الإرث، لا بد من هذا، لأن الناس كلهم يحتاجون إلى هذا العلم، وبالجهل به تضيع الحقوق، تضيع الأموال، ويحصل النزاع والخصام بين الناس، ولأن هذا العلم ينسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول علم يرفع من الأرض حتى يتنازع الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، لأن علم الفرائض يقوم على الحساب، والحساب علم صعب، يحتاج إلى مرآن، يحتاج إلى حذق، ويعتمد كذلك على معرفة الحاجب والمحجوب، يعني من يرث ومن لا يرث، وهذا علم دقيق وله ضوابط وله موازين دقيقة، قل من يهضمها ويتقنها، والغلط يقع كثيرا في قسمة المواريث، يقع الغلط كثيرا من طلبة العلم، لأنه علم دقيق يحتاج إلى حذق وإلى فطنة وإلى ممارسة كثيرة، والإنسان إذا غفل عنه حتى ولو كان يعرفه من الأول، إذا غفل عنه ينساه. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم وإحيائه ومذاكرته دائما، أولا لأن الناس بحاجة إليه فلا يكاد يسلم أحد منه، وثانيا لأنه علم دقيق يحصل فيه الغلط كثيرا وينسى، فلا بد من مذاكرته والمداومة على دراسته لأجل أن يبقى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نصف العلم، علم المواريث نصف العلم، يعني من باب الحث عليه، ويقول فإنه ينسى، هو أول علم ينزع من أمتي، كل هذا من باب الحث على تعلمه وتعليمه ومذاكرته وعدم الغفلة عنه. ما يقول الإنسان أنا تعلمته حفظته خلاص، لو حفظته اليوم تنساه غدا، إلا بمذاكرة ومباحثة وفطنة ودقة وذكاء حرص، كثيرا ما يقع الغلط في هذا. نعم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى. رواه ابن ماجه ولفظه: تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. العلم ينزع من الأمة في آخر الزمان، العلم كله ينزع من الأمة في آخر الزمان كما صحت بذلك الأحاديث، لكن أول علم ينزع هو علم المواريث، يجهله الناس
وينسونه فيحصل بذلك الخلل العظيم. نعم. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبول، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذه مشكلة ومصيبة إذا ما وجد من يفصل بين الناس في هذه المواريث، يحصل بذلك شر وفتنة وظلم للورثة. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالفوا بالرمي. إذا تحدثتم يعني بحثتم فيما بينكم فليكن ذلك في الفرائض، ابحثوا في الفرائض وتذاكروا فيها، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي، يعني الإنسان يبي يلعب يجعل لعبه في الرمي، لأن الرمي ينفع، يتعلم الإنسان فيه ينفع الإنسان وينفع المسلمين. أما اللهو الذي في غير الرمي فإنه يكون نقصا على الإنسان ونقصا على المجتمع. اللعب الذي لا يترتب عليه فائدة هذا يكون نقصا لا يستفاد منه. نعم. والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء. الأصل في الفرائض أي الدليل على الفرائض من كتاب الله ثلاث آيات، من أول سورة النساء وفي آخرها، آيتان في أولها وآية في آخرها. الآيتان في أولها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هاتان الآيتان. أما الآية الثالثة فهي التي في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ وأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات التي اشتملت على الفرائض من كتاب الله عز وجل. وكذلك في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في آخر سورة الأنفال، هذه من آية المواريث أيضا. وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. يعني أدلة المواريث غير كثيرة لكن تفاصيلها كثيرة، أما النصوص فهي ليست كثيرة، ثلاث آيات وحديث كانك تحفظها بسهولة، لكن الكلام في تفاصيلها وتطبيقها هذا محل البحث. نعم. والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي في آخرها ومعناها قسمة المواريث. والوالد معنى الفرائض، معنى الفرائض قسمة المواريث، هذا معنى الفرائض. نعم. والوارد ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. الوارث ثلاثة أقسام: صاحب فرض وهم الأبوان والزوجان والبنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب، هؤلاء أصحاب فروض. هذا أصحاب الفروض.
أما بقية الورثة فهم عصبة، قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض، يعني ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة، والعاصب هو أقرب، هو قريب الميت، العاصب هو قريب الميت الذي ليس له فرض. قرابة النسب، قرابة النسب وليس هو من أصحاب الفروض، كالأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، هؤلاء يقال لهم عصب. والثالث ذو الرحم، والرحم وذو الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كالخال والخالة والعمة وبنت الأخ، هؤلاء يقال لهم ذو أرحام. كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. نعم. فذو الفرض عشرة. نعم. الزوجان والأبوان والجد. الزوجان، الزوج له النصف مع عدم وجود الفرع الوارث، وله الربع مع وجود الفرع الوارث من زوجته، والزوجة لها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث، ولها الثمن مع وجود الفرع الوارث. هذه الزوجان. نعم. والأبوان، والأبوان الأب والأم لكل منهما السدس. قال تعالى: فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فالأم لها الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ولها السدس مع وجود الفرع الوارث أو مع وجود الجمع من الإخوة، فإن كان له إخوة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا الأبوان. والأب تارة يرث بالفرض مع وجود الذكر من الفرع الوارث، وتارة يرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث من الإناث. هذا الأب. نعم. والجد، الجد يقوم مقام الأب، الجد يقوم مقام الأب، تارة يرث بالفرض، تارة يرث بالتعصيب المحض، وتارة يجمع بينهما، إلا أنه جرى الخلاف إذا كان معه إخوة، إذا كان مع الجد إخوة أشقة أو لأب جرى الخلاف بين العلماء هل يشرك معهم أو أنه يحجبهم كالأب، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. والجدة، الجدة لا السدس بكل حال مع وجود مع عدم وجود الأم، الجدة إنما ترث مع عدم وجود الأم، أما إن كانت الأم موجودة فإن الجدة لا ترث، ونصيبها لا يزيد ولا ينقص، هو السدس فقط، هو السدس، الجدة لها السدس، وإن كانت الجدة أكثر من واحدة اشتركنا في السدس، وإن كانت واحدة أخذته. نعم. هذا يأتي إن شاء الله. والبنات، بنات الصلب، ولا الواحدة لها النصف، وأكثر من الواحدة لهما الثلثان، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. نعم. وبنات الإبن، بنات الإبن يقمن مقام بنات الصلب عند عدمهن. نعم. والأخوات، أخوات الشقائق كما في آخر السورة، وله كما قال تعالى: وله أخت، يعني شقيقة، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها، يعني إذا ماتت هي فأخوها يرثها، يأخذ مالها كله لأنه عاصب إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا أي الأخوات اثنتين فلهما الثلثان مما ترى، وكذلك الأخوات لأب عند عدم الأخوات الشقائق. نعم.
والإخوة من الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من الأم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الأخوة لهم، الواحد يأخذ السدس والجماعة يأخذون الثلث يشتركون فيه. نعم. هل الزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد؟ فإن كان لها ولد أو ولد ابن فلها الربع. هذا واضح من الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الابن. نعم. فإن كان لها ولد أو ولد ابن فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد. الزوجة تأخذ الربع بشرط أن لا يكون لزوجها ولد، لا ذكر ولا أنثى. فإن كان له ولد فإنها تأخذ الثمن، أو ولد ابن. وإن كانت أكثر من زوجة، زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن. نعم، يشتركن فيه. نعم. ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن. نعم. فإن كان له معه ولد فله الثمن. فلها الواحدة والأربع. فإن كان له معها ولد فلهن الثمن. نعم. الواحدة والأربع سواء في إجماع من أهل العلم. نعم، لأن الله أعطاها الربع مع عدم الفرع الوارث، أو الثمن مع وجود الفرع الوارث، وأطلق الواحدة أو أكثر من واحدة. نعم. ولم يقل إذا كانت أكثر من واحدة فلها كذا، كما قال في الإخوة لأم. نعم. والأصل فيه قوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأصل فيه يعني الدليل. نعم. قوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله من بعد وصية توصون بها أو دين، وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة، لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع راح المال كله، لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع راح المال كله، والورثة مالهم شيء، لأن المال أربعة أرباع. نعم. لا أخذنا جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج. فصل. نعم. وللأب ثلاثة أحوال. الأب له ثلاث أحوال كما ذكرنا، تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما. نعم. حال له السدس وهو مع ذكور الولد. ذكور، أما البنات لا. نعم. لقوله سبحانه وليأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. وحال يكون عصبة. عصبة محض، إذا لم يكن هناك فرع وارث يكون عصبة محض. نعم. وهي مع عدم الولد. نعم. لقوله سبحانه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فذكر نصيب الأم وسكت عن نصيب الأب، فمعناه أن الأم تأخذ الثلث والباقي يكون للأب، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو الأب، يأخذ الباقي. نعم. أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي، لأنه قال وورثه أبواه حصر الإرث فيهما وأعطى الأم الثلث، فمعناه أن الباقي يكون للأب. نعم. وحال له الأمران، يعني الجامع بين الفرض والتعصيب، وهذا مع الإناث من الفرع الوارث، بنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا إن بقي شيء. نعم. وحال له الأمران يعني يجتمع له الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن. نعم. فله السدس لقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولهذا
كان للأم السدس مع البنت بإجماع، ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب. لو فرضنا أنه مات عن بنت وأبوين، بنت وأبوين، فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، والأب له السدس فرضا، وش بقي؟ الباقي يكون للأب تعصيبا، يكون للأب تعصيبا. نعم. لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. لأنه راح نصف للبنت وسدس للأم، وبقي سدس للأب فرض وسدس تعصيب. نعم. والأب أولى رجل ذكر بعد الابن والابنة، وأجمع أهل العلم على هذا، فليس فيه اختلاف نعلمه. نعم. فصل. يكفي. مش وقفت عليه؟ إيه. احفظوا الآيات وطالعوا تفسيرهم، وإن شاء الله يكون عندكم علم من هذا الفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتهد الموصى إليه بالتجارة بأموال الورثة ولكنه خسر، فهل عليه أن يعوض الورثة بالخسارة أم لا؟ لا، إذا اتجر بمال القصار وبذل جهده ونصحه وخسر المال فليس عليه شيء، حتى لو تلف المال ما عليه شيء، لأنه مأذون له بالاتجار، وما ترتب على المضمون، ما ترتب على الإذن فهو غير مضمون، ما ترتب على الإذن فهو غير مضمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قصة علي مع عثمان رضي الله عنهما في طلبه الحجر على ابن أخيه ودخول الزبير شريكا مع عبد الله، هل يدل على جواز الحيلة إذا لم تصادم نصوص الشرع ولم يتوصل بها إلى محرم؟ لا بأس، إذا كانت الحيلة لا ليس فيها ظلم لأحد ولا تعد ولا فعل محرم، والإنسان احتال ليسلم من محذور، ما في مال، طيب عمل حيلة يسلم بها من ضرر أو محذور عليه لا بأس بذلك، ما لم يكن فيه معصية لله أو ظلم للخلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة نفوذ عتق الأب من السبيل؟ الراجح عدم نفوذ العتق، ولذلك المصنف قدم الرواية الأولى أنها هي الراجح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو إيضاح معنى العصبة والتعصيب. سيأتي إن شاء الله. العصبة من يرث بلا فرض، العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، العاصب هو من يرث بلا تقدير، هذا العاصب عنده، وأما العصبة يأتي بيانهم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال ذو الفروض عشرة ولم يذكر الأبناء في الفروض. يأتي ما بعد خلص. نعم. فضيلة الشيخ، لا نعم، إيش قال؟ ولم يذكر الأبناء في الفروض. شو يقول؟ سؤال ذو الفروض عشرة. إيه؟ ولم يذكر الأبناء في الفروض. الأبناء الذكور عصبة، ليسوا أصحاب فروض، ليسوا أصحاب فروض، هم من العصبة. البنات بنات الإبن صواحب فروض، أما الأبناء وأبناء البنين فهؤلاء عصبة، وأولاد البنات هؤلاء من ذوي الأرحام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المحجور عليه مشروط عليه في طلاقه مؤخر صداق قل أو كثر، فهل ينفذ طلاقه؟ نعم، ينفذ طلاقه ويدفع من ماله المؤخر،
يدفع من ماله المؤخر للزوجة لأنه حق وجب عليه، نعم، فيدفع من ماله. كما لو جنى المحجور عليه على أحد بقتل أو جرح استوجب الدية، تدفع من ماله. أو أتلف مال المحجور عليه، أتلف مال لأحد، يدفع من ماله غرامة يضمن، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل وترك زوجة وابنة وابنتين، إحداهما متزوجة والأخرى طالبة، فما قسمة الميراث بينهم؟ وهل تجب الوصاية على الابنة الصغيرة؟ وهل تجب وصايتها على أخيها أم غيره؟ الابنة الصغيرة تولى تزويجها جدها إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فإنه يتولى تزويجها أخوها إذا بلغ يتولى العقد عليها. أما مالها فلا بد من إذن الحاكم إقامة وصي على مالها. أما التزويج فلا يحتاج إلى، يعني له الولاية بدون إذن الحاكم في التزويج. أخوها له الولاية بدون إذن الحاكم، خلاف المال فلا بد من إذن الحاكم فيه. أما قسمة الميراث، هو توفي عن زوجة وابنتين، هي المسألة من 8، للزوجة الثمن 1 والباقي 7 للابن، والبنتين على يقسم على 4، للابن 4 يقسم على 4، نعم على 4، وفيه انكسار، هذا فيه انكسار لأن رؤوسهم 4 وسهامهم 7، تصح المسألة من 32، للزوجة 4 في 1 4 ولهم 7 في 4 28، لكل واحدة 7، وللابن 14، للابن 14، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا احتجت لمبلغ من المال وبحثت عن الصراف الآلي ولم أجده قريبا، فدخلت على صاحب محل تجاري لديه منفذ للدخول على الشبكة الخاصة، نعم. إذا احتجت لمبلغ من المال وبحثت عن الصراف الآلي ولم أجده قريبا، فدخلت على صاحب محل تجاري لديه منفذ للدخول على الشبكة الخاصة بالصراف لأجل بيعه على الناس بنقل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع فورا. وسؤالي، لو طلبت منه أن ينقل عن طريق الجهاز الذي لديه، أن ينقل من حسابي 1000 ريال إلى حسابه ويسلم لي من محله أو جيبه نفس المبلغ، وما الحكم؟ لو اشترط علي الشراء منه وأنا بحاجة للشراء منه وسعره مناسب لي جدا، هذا ما يصلح، لأنه صرف، تبي تاخذ منه نقود وتحوله على رصيدك، تحوله على رصيدك الذي في البنك، هذا صرف لا بد من التقابض، ما يجوز الا بالتقابض، سلمه النقود ويسلمك البديل. اما انك تاخذ منه نقود وتحوله على رصيدك على شيء غائب، هذا ما يكفي. قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من التقابض. ولا يجوز أنك تجمع بين تشري منه بضائع وتصارفه في دراهم، لأن هذا جمع بين عقدين، بين بيعتين، بين بيع وصرف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دهن الشخص أعضاءه بزيت وأراد الوضوء، هل يتوضأ على حاله إذن؟ نعم. يقول إذا دهن الشخص أعضاءه بزيت وأراد الوضوء، هل يتوضأ على حاله إذن أم يقوم بإزالة الزيت من تلك الأعضاء؟ لا مانع، الزيت ما يمنع جريان الماء على العضو، فلا مانع يتوضأ ولو عليه زيت، وإن أزاله قبل الوضوء فما في مانع، لكن لو لم يزله فوضوءه صحيح لأن الماء جرى على العضو، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المشاركة
المسابقات التي تنشرها الصحف إذا كان الشخص لا يشتري الصحيفة إلا من أجل ذلك، وما الحكم إذا كانت تأتيه الصحف مجانا؟ هذه المسابقات كلها من التلاعب بالأموال واستنزاف أموال الناس، أو ما جعلوا هذه المسابقات إلا من أجل أن تشتري هذه الصحف وتروج صحفهم، فهذا من التغرير بالناس، ويشتري الصحف من لا يريد قراءتها وإنما يريد أخذ الجائزة فقط، فهذا ينبغي تجنبه لأنه عبث وضياع للمال وترويج لهذه الصحف على من لا يريدها ولا يقرأها، نعم، وإنما يريد الجائزة فقط، نعم. فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان في مكان فيه نجاسة وقد وضع على موضع سجوده قطعة قماش طاهرة ووقف بقدميه على المكان غير طاهر، فما حكم صلاته؟ صلاته لا تصح إذا وقف على مكان غير طاهر وسجد على مكان طاهر، ما يكفي هذا، لا بد يكون كل موضع صلاته يكون طاهرا، موضع قيامه وموضع جلوسه وموضع سجوده يكون كله بقعة طاهرة جميعه، أما لو كان بعض البقعة طاهرا وبعضها نجسا ما صحت صلاته، نعم. وما الحكم إذا التفت؟ لكن لو كانت الأرض نجسة وفرش عليها فراش طاهر وصلى صلاته صحيح، نعم. وما الحكم إذا التفت الشخص للشمال أو لليمين وهو في الصلاة من غير أن يحلف صدره على القبلة؟ إن كان هذا من غير تعمد فلا شيء عليه فيه، أما إن كان متعمدا فإنه يكره، مكروه الالتفات بالرقبة والرأس في الصلاة مكروه ولا يبطل الصلاة، إنما هو مكروه كراهة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا، أن الإنسان إذا التفت فإن الله يعرض عنه، إذا أعرض عن الله والتفت فإن الله يعرض عنه، نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.